يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. البارح بحال الوقت بدينا تندوي في موضوعنا هذا الأسبوع في هذا النص الأول من ميتنا، واللي هو على السقة ديال الشجر. بدينا تندوي على الشكل كيفاش تيكون الماء في الأرض، وقلنا بأن الماء اللي مخزون في الأرض قبل ما تشربوا العروق ديال الشجرة تيكون في التقيبات ديال الأرض، بالخصوص التقيبات الصغار منهم. وفي الأول ملي يلاه تنسقيو تيكونوا التقيبات كلهم عامرين بالماء، الكبار تيخواو من الماء وتيعمروا بالهواء من بعد شي وقت قليل. وهذا هو التوازن اللي خاصنا يكون عندنا دائما في الأرض ديالنا، وفي البلاصة اللي قريبة من العروق ديال الشجر ديالنا، الماء في التقيبات الصغار والهواء في التقيبات الكبار ديال الأرض. وفي هذه الحالة هذاك الماء تيكون سهل تشربوا العروق بلا ما تعب، بلا ما تجبدوا بقوة كبيرة، وما حدو تينقص من التقيبات الصغار، وهو تيصعب تستهلكوا الشجرة. لهذا تيوصل واحد الوقت فاش تيسالي الماء السهل استهلاكه، وتتبدا الشجرة تحاول تمص الماء اللي مقبوط بزاف من طرف الأرض إلا تعطلنا عليها بالسقا المرة اللي من بعد. وهكذا تيولي ملزوم إذن يبدل مجهود كبير باش يشرب ويغدي الوريقات ديالو ونوراته والغلة اللي على ظهره، ويمكن يؤدي هاد المجهود حتى للطيوح ديال النوارة مثلا، أو النقص من الغلط ديال الغلة، أو النشاف ديال الوريقات اللي تيبداو يلواو بقوة الجهد اللي بدلاته الشجرة. وهذا علاش خاص الانسان دائما ما يدفعش الشجر ويستهلك الماء الصعيب لاستهلاكه، باش ما يتعبش الشجره ويقع فيها شي مشكل بحال هادو اللي ذكرت. ملاحظه اليوم. عرفنا دابا اخواتي اخواني ان احسن طريقه يسقي بها الانسان الشجر ديال الفواكه ديالو هي يتبع الاستهلاك ديال الماء من طرف الشجر، ويرد لهم في كل سقوه الكميه اللي تبخرات منهم في مده معينه ما بين السقوه والسقوه اللي تبعها، وهذا الشيء بلا ما يخلي الشجره تستهلك الطرف من الماء اللي صعيب عليها تمصو من التربه، باش ما يتعبهاش لا سيما وقت النواره ووقت تبدا تعقد الغله وتبدا تغلاض. ولكن يا ترى كيفاش يمكننا نتبعوا هذا التبخر الاستهلاك ديال الماء من طرف الشجر ديالنا؟ فالبعض تيخدموا الجفنه الامريكيه اللي هي عباره على جفنه من الزنق اللي عندها عبار خاص، تتحط هذه الجفنه في وسط الفيرما وتتكون عامره بالماء وفيها ريغله تتعطي شحال تبخر ديال الماء من الجفنه كل نهار، وتيجمعوا القدر ديال الماء اللي تبخر ما بين جوج ديال السقوات وتيضربوه بداك الرقم ديال المعادل الزراعي الخاص بالنوع ديال الشجر والخاص بالناحيه والمرحله ديال النمو لاش واصل الشجر في هذاك الوقت. وهكذا تيتوصلوا الكميه ديال الماء اللي ضاعت من الشجر ما بين السقوه والسقوه اللي تبعها، واللي خاصهم يردوه لها في السقوه اللي من بعد. والبعض من الفلاحة المتقدمين عندنا تيتبعوا الطلب ديال الشجر من الماء بواسطة الصوار وبالأقمار الاصطناعية اللي في السماء، وهذا الشيء يمكن نرجعوا نتكلموا عليه من بعد إن شاء الله. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقوا فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.